هذا انطلاق لموكب تشييع جثمان الشهيد مهدي لداد، وهذا الفتى الفلسطيني يبلغ من العمر 17 عاما استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء اقتحام المستوطنين لمنزل في أحد القرية في قرية المزرعة الغربية حيث مسقط رأسه. فعليا الأمور غاية في التعقيد، خصوصا بأن هذا الطفل حاول هو ومجموعة من الشبان الفلسطينيين التصدي لاقتحامات المستوطنين، لكنه أصيب بصورة سريعة في رصاصة قاتلة. شاهدنا الفيديوهات التي انتشرت يوم أمس حيث منع الجيش الإسرائيلي أيضا المسعفين من يعني إخراجه بصورة سريعة إلى المشفى. في المشفى الاستشاري وصل جثة هامدة كما تقول المصادر الطبية. عم اكشل يعني مش واحد ولا اثنين. الشهادة منيحة سبيل الله. ولكن الرئاسة الفلسطينية كانت أدانت وقالت بأن يجب أن يتوقف هذا التصعيد نظرا لخطورة الأوضاع. كذلك الخارجية الفلسطينية قالت بأنها ستلجأ إلى ملف محكمة الجنايات الدولية فيما يتعلق بهذا الشهيد، وكذلك الطفل الآخر الذي استشهد ويبلغ من العمر 14 عاما تحديدا في مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية. الأمور فعليا تتصاعد أيضا مع نية المستوطنين وإعلانهم اقتحام المسجد الأقصى المبارك في يوم غد ما بين عيد العرش وعيد نزول التوراة لدى الإسرائيليين الذي سيتواصل خلال الأسبوع القادم، وأيضا حالة الإضراب التي تعيشها السجون الإسرائيلية خصوصا بأن هناك 30 أسير، وهناك أيضا انتظار دفعة أخرى للمضربين عن الطعام. هؤلاء 30 أسير مضربون عن الطعام منذ ما يزيد عن 15 يوما.